أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن تناول بعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية للشأن المصري تميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحزة وفي كثير من الأحيان مغرضة. وفي بيان لها أوضحت الهيئة أن اتهام العفو الدولية للسلطات المصرية بحرمان المعطي من حق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي بسبب إغلاق عدد من الطرق وأربع محطات مترو غير مبني على أي دلائل أو حتى قرائن مقنعة، ومشيرا إلى أن الإغلاق كان بسبب إجراءات بعض الإصلاحات وأنه لا يتعارض مع المواثيق الدولية التي أعطت للدول الحق في وضع قيود من أجل حماية أمنها القومي، وهو ما طبقته دول أوروبية في كثير من المناسبات أبرزها فرنسا خلال احتجاجات السترات الصفراء والتي لم توجه لها المنظمة مثل تلك الاتهامات التي وجهتها لمصر.